السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء بهمني كتير إنه لكم كل عام رمضان مبارك. بدي بس أتقدم بالشكر للمهندس محمد الحداد والمهندس شادي القزع على موضوع الجهود اللي هن قاموا فيها لترتيب هذا النوع من البرزنتيشنز. نحن حنحكي عن ايروسيل من اي دبليو تي. نحن كشركه اسمها اي دبليو تي موجودين بالرياض، وعنا عم نغطي الخليج وعم نغطي الاردن، وعنا باكثر من محل فروع. حنمشي بالسلايد لنحكي اكثر عن الشركه ونحكي اكثر عن ايروسيل شو بدها بتعمل. نحن عنا عم نحكي عن ايروسيل كاي دبليو تي. نحن عنا اكسسيفيتي بالبحرين، بالدمام، بالرياض وبجدة. عنا مكتب ان شاء الله قريبا، بالاضافة لموضوع عنا فوق 80 موظف عم نشتغل كلياتنا سوا لحتى نقدر نقوم بالمشاريع المطلوبة. ونحن as well we're covering الجولف والجوردن. بالحقيقة ايروسيل هي متوجهة لأكثر فئات العالم، اللي هي عدة فرق. نحكي عن كونتراكترز بهمهم يعرفوا عن ايروسيل، الكونسلتنتس كمان، تيستينج اند كوميشنينج كمان بهمهم يعرفوا، الفاسيلتي مانجمنت، الاونرز، وشركات اللي هن توفير الطاقة اسكوس اللي عم يشتغلوا مع الترشيد. إذا ما بلش بالكونتراكترز، عادة بالكونتراكترز بكون عندهم مشاكل لحتى لا يقدروا يسلموا مشاريعهم اون تايم، وهني بيضيعوا كتير وقت بموضوع الليكجز، وين بدي يلاقوا الليكج وكيف بدهم يسكروه. أكيد عندهم ليمتد بادجت و they have to meet the building codes. بالنسبة لأيروسيل بتقدر تحل لهم هاي المشاكل بأكثر من طريقة، تغطي الموضوع بأسرع وقت ممكن لحتى لا يقدر تساعدهم يقدروا يسلموا مشاريعهم للكونسلتنتس. بالنسبة للكونسلتنتس كمان عندهم تشالنجز، يلي هن انه they need to meet the building codes. ممكن عم نحكي نحن عن ستاندردز مثل سماكنا او مثل ليد، ما بيقدروا يعرفوا بالضبط شو في عندهم جوات الدكتات. بهمهم انه يكون في عندهم تكنولوجي تقدر تساعدهم توفر لهم موضوع الكومبلاينس لسماكنا ولليد باسرع وقت ممكن، بالاضافة لموضوع الوارنتي اللي بده يقدمونا الكاستمرز لمدة 3 سنين. من ناحية التستنج والكوميشننج بينزلوا على المشروع، عندهم كمان مشاكل، بيواجهوا مشاكل، وين بدهم يلاقوا الليكج بقلب الدكت كرمال يقدروا يكملوا شغلهم يعملوا البالانسنج والتستنج والكوميشننج. سو من الموضوع ايروسيل بحل لهم هذا الموضوع، لانه نحن مش بحاجة نقدر نعرف وين الليكج موجودة، نقدر انه نساعدهم يسلموا يعملوا يبلشوا بالبالانسنج دغري، لانه نحن حنشتغل بطريقة تسكير الليكجز أو السيلينج للليكجز بطريقة أوتوماتيكية من دون المانيوال واي أوف دوينج ذا جوب. الفاسيلتي مانجمنت بالمشاريع كمان الاوبريشن والمينتننس كثير بهمهم موضوع انه تو مينتين الكولينج سيستم اللي لهم باقل تكلفه ممكنه. في عندهم مشاكل تجيهم كومبلينتس من العالم اللي هن المستفيدين يعتبروا من هوت وكولد سبوت ارياز. بالنسبه لهم بهمهم يكون عندهم تكنولوجي تو سبورت ذم يقدروا تغطوا هالكومبلينتس باسرع وقت ممكن، بالاضافه لتوفير التكاليف اللي عليهم بالنسبه لموضوع المينتننس. اخر شيء اللي هو موضوع الاسكوز. الاسكوز كثير نحن بالنسبه لنا كايروسين نعتبر كاي سي ام. اي سي ام اللي هي بند من بنود الاسكوز اللي بيستعملوها كرمال انه يقدروا يوفروا الطاقه ويعرضوها للكاستمرز اللي هن ترشيد. ترشيد مثل ما كنا بنعرف اللي هي الزراعه الحكومي لتوفير الطاقه. ايروسيل بتقدر توفر من 15 ل 35%. عندهم الريتيرن اون انفستمنت او بنسميها نحن البي باك بيريد عم بتكون من سنه لثلاث سنين. التكاليف اللي عم بيحطوها عم بيقدروا يطلعوها من الانرجي سيفنج، وبالاضافه انه نحن وي ار ميتنج ذا 2030 فيجن تاعت السعوديه. بالنسبه للديفلوبرز والاونرز مشاكلهم عاده بتكون انه عندهم
تكلفة زيادة للكهرباء بتوليد الطاقة والتكييف بطريقة انه هن عم يدفعوا حقها وما عم يقدروا يستفيدوا منها. وهذا التالي كمان حتقدر to affect ال satisfaction تاع ال owners ك in general، ليوفر على حاله موضوع التكلفة بين 15 و35% على موضوع ال cooling system اللي عندهم اياه. إذا بنحكي شوي صغيرة نحن عن ايروسيل، بعض الريسيرشز بتقول انه لايك كوميرشال داكت ليكج از تيبيكلي 30%، يعني ان احنا وين ما بنروح عادة حسب خبرتنا عم نلاقي نحن بين ال 20 30 وال 40% ليكج جوات الدكتات للكاستمرز اللي هن اوريدي اوكيوبايد، للانفراستراكشرز اللي هي اوريدي اوكيوبايد. اون افريج 10 ل 20% هن عم بيكونوا مشاكلهم بموضوع السبلاي، و75% اوف كوميرشال داكت سيستم ليك from 10 to 25%. هذا الموضوع، هيدي الدراسه نحن اخذناها من اشري من لورنس بيركلي كلابوراتوري ستاديز وفلوريدا سولار انرجي. بدنا نحكي شوي صغير نحن عن تاريخ ايروسيل. ايروسيل بلشت بال 94، اخذت البينتنت تكنولوجي من لورنس بيركلي ناشونال لابوراتوري. بال 97 اشترتها، سموا الاسم اللي هي البراندنج نيم تاعت ايروسيل، وظلت عم تشتغل لحتى اخذت اول كوميرشال جوب بال 2004. بعد ال 2004 رجعت تقدر تطور حالها لحتى تقدر تغطي الستاندردز اللي هي مطلوبه، اللي هي هلا اشري وسماكنا، لموضوع الماكسيموم الاوبل ليكج المفروض يكون موجود عندك بالدكتات. في كثير من السيرتيفيكيشنز اللي قدر حصلت عليها. الماتيريال اللي هي بتستعملها هي اف دي اي ابروفد وهي يو ال ابروفد، وحنفوت فيها شوي صغيره لقدام. بالعاده اذا بنروح على حيلا مشروع بنقدر نلاقي هول الليكجز اللي نحن عم نشوفهم بالصور. اذا بتلاحظوا عاده بيكون الليكجز تكون مبينه على الجوينتس، بكون يا اما السيليكون مش موجود او مش من عمله سيلينج مظبوط من برا، او السيلينج اللي هو برا تعرض لعوامل خارجيه عملت له كراك بلش ينقبع، لفايبريشن عمل له كراك كمان لانه السيلينج عم ينعمل من برا وعم يتاثر بالعوامل اللي هي برا. اذا مثل ما بنلاحظ نحن هيدي هي الطريقه المانيوال اللي عاده العالم كانت، او التكنولوجيا القديمه او الطريقه القديمه اللي كانوا يتبعوها هي مانيوال، يروحوا يفتشوا على الليكجز ويقضوا ايام وساعات كرمال يقدروا يلاقوا الليكج. بمواضيع مثل كومبلكس بروجكتس، خاصه بس يكون فيها رايزرز وهول الرايزرز موجوده بقلب شافتس، حتكون كثير صعبه على الكونتراكتور، على الام اي بي كونتراكتور انه يروح يفتش بهالشافتات ويقدر يشوف وين الليكج موجوده، يقدر يوصل لها ويرجع يسكرها، بده يرجع يطلع ويرجع يعمل سموك او لايت تيست. بالنسبه لنا نحن قدرنا انه نحن نقدر نوصل بهالتكنولوجي تو ايدنتيفاي قديش الاماونت اوف ليكج موجوده بالشفتات من دون الحاجه لنبرم مانيوال على المشاكل الموجوده بقلب الدكتات. اذا بنرجع شوي صغير نحن لموضوع الانرجي، في دراسه من بيلدينج كوميشننج بتقول لك انه انت اكثر مصروف عم تصرفه بالكولينج سيستم هو تحديدا بالدكت ليكج. هيدي الاسبيرت تو ذا بيلدينج كوميشننج بتقول لك انه 2.9 بليون دولار عم ينصرف بامريكا على موضوع هدر للطاقه بس للدكت ليكج، اللي هي عاده عم بتكون اعلى بكثير من غيرها، اللي هي ايفن اكثر من الاتش فاك وين اتس كابت ليفت والعالم مش موجوده، الاوكيوبنسي مش موجود. ايروسيل بتشتغل اتس بيتنت تكنولوجي، ما في غيرها بالعالم لهلا عم تقدر تقوم بهذا الشغل. It seals the duct from the inside. نحط ماتيريال، نعمل pressurization، بنطلع certificate. هيدي certificate بتقلنا in terms of CFM أو in terms of الانش هول قديش عندي ليكج أنا جوات الدكت، لأنه أنا بمشي حسب الديزاين تبع الـ AHU، بضغط بعزل الـ outlets، بعزل المكنة اللي هي الـ AHU، وبربط البلور تعيت اللي هي AeroSeal، بشتغل على الديزاين تبع الـ AHU، بعيرها على الديزاين تبع الـ AHU، واي ستارت تو بريشرايزنج. بس اعمل بريشرايزيشن دغري اوتوماتيكلي السيستم بيطلع لي انا ابروفد سيرتيفيكيت، بيقول لي قد ايه في ليكج عندك جوات الدم. بس خلص بيقول لي كمان بيقول لي اف اي مت
سمعتنا اور ذا ليد ستاندردز. بس خلص هذا الموضوع عمليتنا كثير حتكون سهله من بعد ما عملنا البلوكج وعملنا البريشرايزيشن. حناخذ سيلنت اللي هو مثل ما حكينا انه هو يو ال ابروفد واللي هو الاف دي اي ابروفد ونعمل له ديوربيلتي تعيده، ديوربيلتي تيست تعيده بتتحمل 40 سنه كديوربيلتي تيست. البريشر عنده اياه كثير عالي بتحمل البريشر، عم بيكون انه هو يعني ينشغل ينبخ بطريقه ينعمل له سبراي من جوات الدكت لحتى له يقدر يطير بالهواء ويحاول يعلق على الليكج الموجود جوات الدكتات ليقدر يسكرها with time. هلا it reduces نحن what we can guarantee for you انه حيالله ليكج عندك ايه لا يتعدى 5 over 8 of an inch نقدر نسكره للمينيموم اوف 90% اوف ذا ليكج. ما عندنا ليميتيشنز بالاكسسبيليتي وما عندنا ليميتيشنز بموضوع الاطوال للضغطات. نحن عم نقدم فوق كل الشغل اللي عم نعمله عم نقدم 3 سنين وارنتي على موضوع على موضوع السيلنت انه يكون ككوميرشال يكون فاليد امتى ما بده الكاستمر. نحن كل سنه بنروح لعنده بنرجع بنعمل تيستينج اللي هي البريشرايزيشن تو فيريفاي وبروف انه الليكج او انه السيلنت بعده موجود. طريقه العمل مثل ما حكيت قبل شوي هي عباره عن بلاور مثل ما شايفين على يمين الشاشه من تحت ايروسيل ماشين. في عندي انا بريشر جيج هون موجوده، بريشر جيج عم بطلع منها بريشر تيوب وعم بحطه جوات الدكت. هذه الفلات شيت عم بربط الفلات شيت عم اعمل فتحه جوات الدكت انا لحتى لها حط هواء تقبل ستاتيك بريشر للدكت من جوا. اكيد كل الاوتلتس حتكون معزوله، هعزلها بماده خاصه اللي هي بالفوم، بالاضافه لموضوع الكونكتيفيتي على السيستم اللي بقدر اشوف انا كل الفاريبلز والبارامترز اللي عندي اياهم بجوات الدكت من دكت بريشر من تمبرتشر من هيوميديتي من 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 ستاتيك بريشر لجوا ولبرا. وعم تقدر تطلع لي قديش الاماونت اوف سي اف ام ليكج موجود جوات الدكت وكيف عم تقدر انه انا عم بلشت انه 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 اعزلها وبلش مع الوقت ينزل الليكج برسنتج والكوانتيتي لحتى لينزل وتوميت ال 90% اللي هي حكينا عنها قبل شوي. نحن بالنسبه لنا وي كونكت ذا اكويبمنت وي ايزوليت ذا اي اتش يو. الاي اتش يو ما حتكون موجوده على الابلكيشن اللي احنا حنعملها. حنفتح فتحه بالدكت 12 انش. نحن وي بلوك ذا ريجسترز كلياتهم، ايذر وي كان بلوك على موضوع الاوتلتس او على موضوع الفلكسبل داكتس. نحن بنعمل البري سيل او اللي بنسميه نحن الليكج تيست. هذا الليكج تيست ببين لي قديش في ليكج جوا. السيلينج بدي اعمل انا سيلينج، بس خلص السيلينج نحن بنقدر نعطيكم السيرتيفيكيت اللي هي بتقول لك وين كانت من ناحيه ليكج وين صرت من ناحيه افتر سيلينج. نحن وي ريديوس ذا ليكج الليكج اللي هي ل 90%. نحن وي فيكس ذا بريشرايزيشن ايشوز الموجوده. نحن وي نيد سماكنا ستاندردز وي هيلب كاستمرز تو ميت ذا سماكنا ستاندردز. نحن اكيد عم نوفر ديكريز ذا فان هورس باور لانه عم نوفر كهرباء. كومبلاي وذ سيفتي ريجوليشنز اند كود الباتر اندور اير كواليتي لانه نحن بمجرد ما انه عزلنا الدكتات من جوا عم نمنع الغبار والغبار يفوت على جوات اذا كان عم نحكي نحن سبلاي او عم نحكي اكزوست. بالسبلاي وبالاكزوست عم نمنع الغبار يفوت الغبار او الفيروس او البكتيريا انه يفوت لجوات المبنى وينتقل من خلاله لاماكن ثانيه. اكيد هذا الموضوع حيريح حيريح الجو العام من ناحيه الاندور اير كواليتي واكيد ات ويل سيف اون كولينج كوستس. في عندي فيديو صغير حامشي معكم انا وياه شوي شوي كرمال بس انه نقدر نشرح كيف ايروسيل عم بتتم على ارض الواقع.
هاي بالقديم كانوا يفوتوا ويروحوا ويكسروا بالنسبة لموضوع ويشيلوا السقف المستعار كرمال انه يقدروا يشوفوا وين الليكج كرمال يقدروا يسكروا، ويشيلوا الكلادنج من برا ليبين معهم الليكج. نحن بالنسبة لنا ما عم نشتغل بهي الطريقة بتاتا، عم نشتغل بموضوع البريشرايزيشن. احنا روبوتك من اي وين بدنا نعمل على الصايد كرمال بلش بنروح على السايت غياث غياث، في مشكلة أتوقع مع تشغيل الفيديو، في مشكلة بصوتك ريجستر ايضا غياث. بس تسمعني؟ ألو، في مشكلة بالصوت عندك، ما عم نسمعك. نعزل الماشين اللي هي الاي اف جي، نعرضها لاي رسوم اللي هي البيد اللي بنستعملها بالاي اف جي. نحن اكيد عم نقول نحن بالنسبه لموضوع الفاير دامبس، عفوا الفاير دامبس عم نعملها نحن، عم نعملها نحن سايد فاير الارمز كمان، لانه بتطلع نوع من انواع الفوق اللي هي بتاثر على موضوع الفاير. هلا نحن ما بياثر على الموضوع السيلنت اللي جوا، بتأثر على كل شيء من دامبرز موجودين جوات ما حيأثر فيها، لأنه نحن بالنسبة لنا حيكون بس موضوعنا، حيكون موضوعنا بس موضوع إنه نحن نقدر إنه مهندس غياث عم تسمعني؟ اللي حنكمله نحن هو إنه انا بس بدي اتاكد عم بنسمع انا ولا في مشاكل لا، بالصوت. انت المشكله لما يشتغل الفيديو، مع لما تشغل الفيديو وتقعد تحكي يبدو انه بصير انه صوتك بصير يقطع. سامعني غياث؟ هلا هيك احسن؟ احسن، بس انت لما تشغل الفيديو يبدو انه بصير في مشكله بالصوت. الصوت هيك أحسن؟ تمام، احكي يا شو. السلام عليكم. السلام هيك عليكم. تمام، عم نسمعك. خلص احكي كمل، عم نسمعك منيح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تمام الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله. كان في مشكلة بالصوت صح؟ لا، المشكلة غياث لما انك تشغل الفيديو وتحكي بيصير في مشكلة بالصوت. اوكي، طيب لكن بدي اترك الفيديو لحاله وبعدين نرجع نحكي عنه. طيب تمام، بكون افضل. طيب يلا يلا بالتوفيق. شكرا. Associated with traditional sealing methods. Before sealing begins,
have and expect. اوكي سو انا بعرف انه الصوت ما كان كثير واضح عند الجميع. بالنسبه لي انا حارجع ابعث لكم اللينك هلا ابعث لكم اللينك تبع الفيديو لحتى لكل واحد منكم يقدر يشوفه. بالمبدا كنت انا بس بدي ركز على موضوع الاي او سي كيف تشتغل. هي بعد ما عملنا الكونكشن نحن عم بصير عنا انه نحن الماتيريال عم بتفوت لجوا. بس تفوت لجوا الماتيريال بهالطريقه عم تمشي تحت ستاتيك بريشر عم بتكون ليكويد عم تقطع بالهيتر عم تصير غازيوس. بس تقطع مع الهواء بتصير بدها تهرب من الدكت على البريشر. بس تهرب من الدكت بتصير بتلزق بارتيكل قدام الثاني لحتى لا تقدر تسكر. وبهالطريقه نحن عم نكون انه نحن عم نسكر الليكجز جوات الدكت. هيدا نوع من انواع السيرتيفيكيتس يلي نحن بنقدر نطلعها. بتقول لك قديش السيرتيفيكيت قديش في عندك انت. سوري بس هي بعد شغالة كانوا اوكي. عم تقول لك قديش انت عندك كان ليكج ان تيرمز اوف سي اف ام قبل ما نحن نجي وقديش نزلناه 3317 اللي هو ما يعادل 124 سكوير انش. من بعد ما قمنا بالشغل نزل 178 عندك سي اف ام اوف ليكج بس اللي هي نحن نزلناه 95% ريدكشن ل
الليكج من 3317 ل 178. السيلنت اللي احنا بنستعمله مثل ما حكينا هو معمول من فينل من فينل بوليمر اسيتيت بوليمر، بيستعملوه هن عادة بالتشوينج جام، بالهير سبراي وبالبينتس. هو الاستيك، بيكون ليكويد، بيقطع بالهيتر، بس يطلع على على الامبيينت بريشر بيتحول دغري لإلاستيك. بيقاوم موضوع الحريق لانه يو ال ابروفد، بيتحمل الحراره ل 200 من ال 220 درجه مئويه، 250 درجه مئويه عفوا. عندك بيتحمل السموك، بيتحمل مولد ريزيستنس، ليكج ريدكشن، بيساعدك ليكج ريدكشن. ديوربيلتي تاعيته 40 سنه، نحن عم نعطي 3 سنين، وي كان اكستندد اب تو 10 ييرز. الفي او سي اللي هو الفولاتايل اورجانيك كومباوند عم بتكون كثير قليله، بساعتين نحن عم نقدر انه بساعتين او ثلاثه عم نقدر انه نحن نغطي الليكج جوات الدكت. هلا بيسالون الكاستمرز انه قديش بدك وقت انت لتعمل كل هذا الشغل. عاده اكثر شيء تشالنجينج لانه بيكون هو موضوع البلوكينج. بالبلوكينج هي اكثر شيء عم تواجهنا، لانه مينلي عم بكون في عنا كثير بروجكتس دراونجز مش موجوده، عم نروح نفتش نحن على الاوتلتس ونقدر نسكرها واكوردنجلي عم نقدر نشتغل. بس كشغل كايروسيل وانس ات جيتس كونكتد ات فاريز بتوين هاف ان اور تو ماكسيمم 6 تو 8 اورز. بنعطي عليها نحن 3 ييرز وارنتي او جارنتي على موضوع الـ على موضوع الـ على موضوع الشغل اللي نحن عم نشتغله. في بعض الكيس ستاديز اللي نحن اللي موجوده اللي هي بهارفارد يونيفرسيتي، كان عندهم 5800 سي اف ام اوف ليكج، نزلوا ل 429 سي اف ام اوف ليكج. يعني هيدي معناتها 98% نحن وي وير ايبل تو لاور موضوع الليكج جوات الدكتات. بروجكت تاني اللي هو بقطر، سيدرا ميديكال سنتر، اشتغلنا على موضوع من 500 سي اف ام ل 70 سي اف ام، نزلناه ما يعادل 98% كمان. واشتغلنا على اكثر من 300 اتش باك سيستم اللي هي وي ميد ات تو باس الكود ريكويرمنتس المطلوبه كليد. عم نستعملهم بالمستشفيات خاصه على موضوع الاكزوست، بالاكزوست، لانه انت بتعرفوا هلا بالمستشفيات قديش عمليه الانفكشن عم بتكون، الانفكشن سبريد عم تكون عم بتسبب مشاكل خاصه بالوضع الحالي والوباء الحالي الموجود بكورونا. الاكزوست لازم يكون قدر الامكان تايت، رغم انت كل شيء عم تستعمله من هيبا فلتريشن بضل عندك هذا السبريد اللي انت بتخاف منه. اذا بحال طلع الفيروس جوات الضغط عم يقدر ينتقل جوات المبنى من دون ما نحن نحس. في كتير من الكيس ستاديز اسامي كتير كبيره مثل كليفلاند ابو ظبي 3M. عندنا نحن كتير من المشاريع، فوق صار عندنا فوق ال 20 30 مشروع موجود بالرياض وبمكه. وانا بالنسبه لهون خلصت البرزنتيشن عن ايروسيل بتكون كلياتها. حابعت لكم الفيديو هلا على الشات، ويا ريت اذا في اسئله بليز ليت مي نو. اخي ياس مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافيه. يعافيك يا رب. ايه بقول لو سمحت، عاده المشاكل في الاير ليك بتكون في اماكن محبيه مثل الشافتات صعب الوصول اليها، من الممكن انه يكون الليك هو موجود جاب قد تكون تقريبا من 2 ل 3 مليمتر، وهذا الكلام يعني من ارض الواقع. السيستم عندكم ممكن يغطي هيك جابس؟ صح، نحن بالنسبة لنا الجابس اللي نحن بنقدر نغطيها، نحن بنغطي أكثر من هيك، بس اللي نقدر نحن نغطيها اللي هي 5 over 8 of an inch. بس لك 5 over 8 يعني تقريبا سنتي ونص عم بقدر نغطي أنا الجاب، بس يكون بهالطريقة عم بقدر أغطي. يعني
عادة لما بكون عندي أنا دكت جوينتس بكون عندي أنا علبة وراء علبة، مرات الشغيلة ما بيسكروا العلبة مزبوط أو ما بيشدوا البراغي كويس، فبكون الجاب ممكن 2-3 ميلي. بيتغطى؟ بيتغطى بيتغطى أكيد بيتغطى بيتغطى مثل ما قلت لك سنتي ونص على عرض على عرض الفلانج يعني على عرض الضغط أنا بقدر أغطي سنتي ونص. طب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لما تبلش حضرتكم نضخ المادة الفينيل داخل الدكت، طبعا في البدايات رح يتناثر إلى خارج الدكت كميات، رح يكون في تلوث في المنطقة المعالجة ولا آمنة صحيا؟ هل هي كماتيريال هي FDA approved، حتى لو طلعت برات الدكت، وسؤالها كتير حلو، ممكن كتير يطلع برات الدكت. نحن كشركة اندور كواليتي بنشتغل كفول بلادج، اللي عمل لك ايه عندي فول الابليكيشن، انا بجيب معي سكرابرز فان سكرابرز على السايت، بحيالله كيميكال طلع برا انا بقدر القطه بخلال الهيبا فلترز اللي عندي يوم سكرابرز. هلا من ناحيه تانية هاي الماتيريال ما بتاذي بالمره، انا عم استعملها بالمستشفيات واتجت ابروفد من الاف دي اي. السؤال الاخير، المشاكل عادة بالإيرليك هي بتكون على ريزرات الحمامات واللي مقاساتها صغيرة، يعني ممكن 6 إنش، يعني 15x15x20، وممكن يكون حتى كامل الريزر بالمقاسات الصغيرة. كمان هيك سيستمز ممكن تتعالج بالماشين؟ صح، أنا طالما قادر أساس قلت 12 إنش الدياميتر تبعها. انا طالما انا اقدر، طالما انا عندي 10 وعندي 12، يعني انا عندي الكولر بقدر اشتغل على 10. بس الدكتات ممكن تكون 6 انش و4 انش فقط مش اكثر. هون بدي فتش انا على المين برانش، اذا في مين برانش من الفان بدي اوصل انا من حد الفان، بعزل الفان وبوصل من هناك، بكون المين برانش بكون اكبر. اوكي مفهوم تمام. اوكي بالوقت الحاضر مشكور اخي الكريم. شكرا. انا على كل حال انا بعت لكم ايميلي موجود على الشات، بتيزي اللي عنده حيلا سؤال او اللي عنده حيلا استفسار، نحن موجودين بالخدمه، وحابعت لكم حابعت انا هلا كمان اللينك تبع الفيديو لحتى تقدروا انه انتم من خلاله تقدروا تفوتوا تشوفوا الفيديو اللي راح عليكم، حابعته على الجروب برجع. السلام عليكم، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. أنا ما أول شيء معلوماتك جدا قيمة والمنتج كتير ممتاز، بس أنا عندي ملاحظة وفائدة للجميع اللي بيستخدموا المايكروسوفت تيمز، لأنها واجهتنا كتير بالنسبة لأصوات الفيديو اللي ممكن نعرضها في البرزنتيشن. هاي حلها كتير بسيط، لما تبدأ تعمل شير للفيديو للسكرين، أول شيء بيطلع لك في خيار بيطلع لك include system audio. صح، فهي لو نختار بيطلع صوت الفيديو، لأنه أكثر من أسبوع إحنا مش عارفين إيش المشكلة عندنا في الشركة، بعدين اكتشفناها. ممتاز بيطلع صوت الفيديو بشكل واضح. Noted. Thank you so much. شكراً يعطيك العافية. شكرا مهندس. شكرا. بعدينك بس في سؤال. تفضل. غلبك طب المادة هاي بعد ما سيركيورد وخلاص ما بتأثر على عمل الدامبرز أو الـ VAVs أو الفاير دامبر أو الساوند أتونيترز؟ هلا بالنسبه نحن لل في اي فيز هي الوحيده اللي ممكن نحن تاثر عليها، بكون بقلبها سنسرز كثير حساسه. نحن اللي بنقدر نعمله انه نحن بنعمل انجكشن بعزل لقبل الفي اي في، وبحاول قدر الامكان انه ما مر الايروسيل جوات الفي اي في. من ناحيه دامبرز اذا كان فاير دامبر او ما شابه، نحن ما عندنا مشكله فيه، بيقدر يقطع السيلنت من جوا. تمام. والساوند ديتونيترز بتاثر على عمله شيء؟ لا ابدا. انا بحاول بعض، انا دائما بحاول انه انا من بعده اطلع، بس ما باثر عليا. تمام مشكور. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال بس في الآلية تبعت الشغل بالنسبه للسيستم تبعكم. لو عندي دكت سيستم باكج يونت، انتوا بتعملوا سيل لكل الاير اوتليتس؟ صح، نعم بوصل الاير اوتليتس 100%. ايوه 100%. وبتعتمدوا على الستاتيك بريشر على اساس انه هو اللي يوصل الماتيريال للاماكن الليكج. انا بعتمد على انا ببني ستاتيك بريشر حسب الديزاين،
يعني انا بكون انا ممكن استعمل بلاور 2 لحتى لاوصل ل 12 بلاور لابن ستاتيك بريشر تبع الديزاين. انا بستعمل عطن ستاتيك بريشر هو لحتى لشغلتين ليساعدني انه انا ياخذ لي مثل ما تفضلت حضرتك الماتيريال على الليكج لاخر الدكت ويسكر لي اياه، ومن ناحيه ثانيه تو ميك شور انه انا شغال على ستاتيك بريشر وحتى بزيده 10% زياده عن الديزاين كرمال تو ميك شور انه انا سكرت كل شيء في انواع ليكجز موجوده عندك بالدكت. لانه انت بتعرف كل ما زدت ستاتيك بريشر بزيد ببين عندك سي اف ام اوف ليكج، الليكج حيزيد. ايوه انا سؤالي هل السيستم لما يكون اير تايت بالطريقه دي يعني الاير اوتلت كلها مسكره، ايش اللي بيحمل الماتيريال يوصلها لاخر الدكت؟ يعني لازم يكون في اير فلو يوصل الماتيريال لاخر الدكت 100%. انت في عندك شغلتين بالايروسيل، عندك انت البلاور وعندك انت اللي هي الانجكشن اللي هي الاير هوز الكمبرسر. ايوه بالانجكشن بيقطع فيها الماتيريال، بالبلاور بيقطع فيها الهواء. يعني انا ببني الهواء من ستاتيك بريشر تاعت البلاور، يعني ببني الستاتيك بريشر من البلاور، وبستعمل بستعمل سبراي نوزل كرمال رش الماده وبتقطع مع الهواء. ايوه انا قصدي يعني البلاور هل هي كافيه لانها توصل الماتيريال لاخر الدكت؟ يعني مثلا لو عندي دكت طوله 50 متر 30 متر، يعني البلاور والسيستم مقفول ما حيكون في اير فلو اصلا، يعني كل الهواء حق البلاور راح يكون عباره عن ستاتيك بريشر بيضغط يعني في الدكت، ما في اير فلو ماشي في الدكت. لا عم بيصير في عندك اير فلو لعندك ليكج، انت عم بتغير عندك. ايوه انت سكرت بس ضل عندك ليكج، بقى الستاتيك بريشر ما ضله ستاتيك، ضله عم بيطلع الهواء عم بيتغير. أيوه. هذا الاير فلو اللي هو بيوصل، انت بيكون في عمليه كوندنسيشن عم بتصير ما بين الماتيريال اللي انا حولتها من ليكويد لغازيوس، عم تنخلط. أيوه. بالهواء، وبس ينعمل ستاتيك بريشر بكون انا بعدني عم بحط هواء عم بضغط بصير بدي فتش على اقرب مكان يطلع منه اللي هو الليكج حيكون. ايوه يعني الاير فلو اللي هو تبع الليكج هل هو كافي لحمل الماتيريال اللي يوصلها لمكان الليكج؟ طبعا طبعا، عم بقول لك انا عم بحولها لغازيوس، يعني انا عم ينخلط الهواء. ايوه ممتاز. عم يطلع انا من الليكج عم يطلع الهواء، هو عم يطلع الهواء عم بكون كوندنسد، في كوندنسيشن في بقلبه الماتيريال، هاي الماتيريال هو عم يطلع الهواء ببلش يلزق بارتيكل قدام الثاني لتسكر الليكج. لا ممتاز واضح جدا. طيب السؤال الثاني بالنسبه لسيستم واحد، يعني فنفرض باكج يونت مثلا 25 طن، الاير فلو تبعها التوتال يعني بيكون في حدود 8000 ل 10000 سي اف ام، هل في الستدي كيسز اللي اشتغلتوها يعني كم بالمية الافيشنسي تبع السيستم تبعكم، يعني كم الاير ليكج اللي ممكن توفروه حسب الخبرة وحسب الأنظمة اللي اشتغلتوها، يعني بالنسبة لسيستم واحد يعني ما بالنسبة لمبنى كامل؟ يعني أنا واجهني أنا بعض الكاستمرز عنده 7000 و8000 سي اف ام اوف ليكج سيستمز كبيرة. هاي ايه سيستمز كبيرة، عم تحكي انت على 50 و70 و100 طن. ايوه يعني انا قصدي يعني لو اخذنا سيستم واحد، يعني انت الان كل البريزنتيشن نسب للمبنى كامل مظبوط؟ ما فهمت سؤالك. يعني انا سؤالي يعني نسبة الافيشنسي تبع الايروسيل يعني مقارنة بين التوتال سي اف ام وبين الاير ليكج سي اف ام اللي وفرته الاير سي. صح. الو الو في قطع الو. ايوه ايه تفضل. ايوه يعني انا عاوز نسبه، يعني كم الليكج نسبه الليكج من التوتال
CFM. يعني انت عم تسالني قديش انا بقدر سكر من الليكج، ولا عم تسالني قديش عاده الليكج؟ يعني لا انا مثلا يعني التوتال سي اف ام في سيستم معين، فلنفرض 10000 سي اف ام. اوكي، كم بتلاقي يعني من ال 10000 كم بتلاقي ليكج؟ هيدي هي هذا سؤالك. يعني سؤالك بقدر جاوبه باكثر من طريقه. في عندك اول شيء بدك تطلع لعده عوامل. اول شيء للام اي بي كونتراكت اللي ركب لك الدكتات، كيف ركبهم؟ هل هو كان ماشي حاله بموضوع اللي بس هو عم بيعمل السيلينج من برا، ولا ما كان ماشي حاله؟ هل تستنج نعمل صح ولا ما نعمل صح؟ بالعاده المشاريع الجديده عم بروح عليها عم لاقي فيها بين ال10 وال20% بالمية اجمال. عم بقول عم تكون الليكة تلالا بمحلات تانية عم تتعدى 40-50%. ايوه كلما يعتق المبنى كلما بزيد الليكج. ممتاز. يعني النسبه بين 10 و 20% هذه اللي اعتياديه، يعني اول هيدا جداد، هول الجداد اللي مشغولين. ايوه ممتاز جدا. ولو كانت النسبه 70%، يعني مثل ما تفضل اخي السائل اخي الكريم، عنده سيستم 10000 سي اف ام وكان عنده توتال ليك حوالي من 7 ل 8000 سي اف ام، ممكن نعالج السيستم؟ ايه انا ما عندي مشكله كيف هو السيستم. قلت لك طالما انا قادر انه الليك هيدي لا تتعدى ال 5 اوفر 8 اوف ان انش اللي هي سنتي ونص على عرض الدكت، ما عندي مشكله، بس ما تتعدى سنتي ونص بسنتي ونص. مستحيل سنتي ونص يعني مش راكب زلمه، ما كانش يلعب ليكو صح 100%. انا سنتي ونص انا قادر اغطي، ما عندي مشكلة. ايفن تو ماتش، احنا فقط بواقع العمل نحكي على ميلي 2 ميلي 3 ميلي ماكسيمم اذا كان الدكت مضروب 100%. اوكي مشكور. لو سمحت باشمهندس. الو تفضل. انا صالح. بس كان عندي سؤال في ما يخص باللو الماتريال تبعكم اللي هو مستخدمه في الايروسيل، وعاده المواد الكيميائيه بتكون فيها اللي هو النسبة بتاعت VOC أحياناً، بس فكنت بس حابب أعرف هل بعد ما تعملوا العملية بتاعت اللي هو المعالجة بتاعت Air Leakage والأشياء دي في المواد الكيميائية نفسها، هل بتتعمل مثلاً قياسات للـ VOC مثلاً نسبتها بعد ما خلاص النظام يشتغل already okay؟ هل مثلاً عملتوا قياسات قبل كده وجاتكم مثلاً نسبة بتاعت قياسات محددة للـ Emission تبعه ولا؟ على نحن مثل ما خبرتك، نحن كشركة نحن مختصين بالإندور كواليتي، يعني هي عادة ما بتنطلب، بس إذا انطلبت نحن قادرين نوفرها. نعم، لأنه أحيانا يعني كان واجهتنا مشاكل، مثلا هي مو مشكلة أشياء خاصة بالإيروسيل نفسه والأشياء دي، فأحيانا لما يكون في حقن للكيميكالز مثلا بيكون في تقريبا يعني أكثر من أسبوع على مر الأيام بيكون في زي اللي هو يعني مش بتاعت VOCs موجودة في داخل الغرف في داخل الأشياء دي، فعادة أحيانا لما يتم قياسه بيكون مثلا أحيانا بيكون أعلى من الليمت المطلوب مثلا، فهو أنت أول ما إذا طلبوا منكم بتعملها ولا أوردي من ضمن العمل تبعكم بتعملوا القياسات هذه؟ نحن مثل ما قلت لك نحن بناخذ معنا سكرابرز، هول السكرابرز بيقيموا كل شيء في VOCs موجودة، يعني قد ما فيك بتقدر تعمل فلتريشن أنت للهواء الموجود اللي انت بتعرف انه هون عم يعني بيصير في عندك نوع من انواع التهريب للايروسيل سبراي جوات هذا المكان المعين. يعني انا عطل بوزع سكرابر اللي بوزعه، اذا نعتبر انه انا عم بغطي السيستم عم بغطي لي نعتبر 10 ادوار، بقسم انا الاير سكرابر اللي على 10 ادوار بقطع فيهم حتى لو قدر الامكان اقدر اقيم الريحه القدر والفي او سيز اللي عم تطلع. اوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طب لو سمعت حضرتك يا باشمهندس، أنا عندي دلوقتي سيستم AHU وشغال يعني في مستشفى، وفي لك في الدكت، هل ينفع معالجة اللي كده والمستشفى شغال عادي ولا لازم السيستم بالكامل داخل المستشفى؟ لا، بالنسبة لأننا نحن بنعزل المكان اللي نحن نشتغل فيه بس. يعني انا بالنسبه لي اليونت اذا بقدر ما طفي لك اياها ما حطفي لك اياها حسب الدراونجز اللي عندك اياها. اذا عم نحكي نحن عن دراونجز موجود برايزر، بدي اضطر انه انا اوقفها
وحسب كمان في دروينجز بمحلات معينه بتسمح لي انه انا شغل طابق واعمل واعزل طابق تاني حسب الدروينجز بقدر اعرف انا كيف بدي اشتغل فيها. طب انا البارتيشن اللي انا اشتغل فيه اساسا هو شغال اوريدي موجود بيشن موجود في كل مكان يعني صعب جدا ان انا ممكن اخلي المكان. فهل ممكن في سماحيه اللي ممكن معالجه الليك اللي موجود في الضغط ولا هيبقى صعب لازم اخلاء المكان؟ هلا بالعادي غرف العزل لما تنطلب من عنا انه نطلع نعمل لها سيلينج اللي عم نعمله نحن انه عم نطلع نحن بالليل او بالويكندز يعني نطلع كتير بالليل او بالويكندز نحن بدنا 6 ساعات ل 8 ساعات نكون خلصين عاملين لك سيلينج خلصناها. بنفضل انه ما يكون المريض موجود اكيد بنفضل المريض ما يكون موجود. طيب هو طب الماده الكيميكال اللي موجوده دي هل مؤذيه للبيشن اللي هيبقى موجودة أو الناس اللي موجودة ولا عادي؟ لا عادي مثل ما قلت لك نحن بنستعمل air scrubbers بنستعمل HEPA filtration لحتى نقدر نلقط الـ VOCs اللي طلعت هذا إذا طلعت يعني نحن عطا we make sure على drawings وعلى أرض الواقع أنه نحن not to miss any blocking. بالسيستم لحاله ما بيشتغل السيستم if there was a missing blocking. يعني إذا ما عملت البلوكينج مزبوط ما بقدر ابني ستاتيك بريشر بالتالي ما بقدر انه ادور الماشين واعمل انجكشن الماشين ما بتخليني انا ما في ستاتيك بريشر جوات الدكت. هلا ممكن يطلع الايروسيل من وين تطلع من الليكج يعني على الكميه تطلع من الليكج بهيدا المحل الليكج ممكن يعمل لك شويه فوجينج حننتبه لها نحن دغري لانه نحن بنشتغل بالثيرموغرافي كمان هذه الثيرموغرافي بنقدر نحدد فيها وين الليكج عم بيكون ونقدر نحدد على اساسا نقدر نشتغل على موضوع الهيبا فلتريشن لحتى نقدر نشيل الفوجز الموجوده اللي حط. بالنسبه للجريلات ما ممكن يعطيك الماده نفسها الجريلات عفوا ماده الكيميكال كلها ممكن تخرج من الجريلات الجريلا نفسها. ما انا عم بعملها بلوكينج انا بعمل بلوكينج على اخر الجريل او على البلينم بوكس او على الفلكسيبل دكت. طيب اوكي طب في سؤال يعطيك العافيه يا مهندس غيث دلوقتي في رقم لحضرتك ايه حبيبنا مهندس محمد الحداد اعطيك الكونتاكت انفورميشن يبعتها على الجروب. طيب السلام عليكم عندي سؤال لو سمحت. بس والله مهندس غيث بينك الله كمان شير الكونتاكتاتك على الجروب شات هلا او على الميتنج شات الله يسعدك واحنا بنرجع نشيرها مره ثانيه على الجروب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت بس عندي سؤال هلا الرينج للدكت اللي انتم بتغطوه كم الرينج للدكت السايز تبع الدكت اللي بتغطاه؟ هيدا سؤال عم يسألني كتير وعم دلني جاوب عم بقول unlimited ما عندي مشكلة بالليميتيشنز لطول الدكت. مش للطول للديميشن لعرض الدكت في ارتفاعه طول والعرض والارتفاع ما عندي مشكلة للسيرفس اريا كلياتها. طيب عفوا هلا سؤال ثاني عفواً هلا في مرات بصير الليكج للدكت لما يكون معزول بصير ليكج بيضل الهواء بين العزل وبين الدكت ما بيطلع لبرا هلا هذا ممكن يتعالج؟ هذا ممكن كثير انه بيتعالج نحن مرق علينا انه يكون معزول من جوا انت بس تبني ستاتيك بريشر حينعمل كوندنسيشن مع الماتيريال الماتيريال هي اللي انت هلا كانت عم بتكون ما بين الليكج عم بتكون ما بين الانسوليشن وما بين الدكت فعليا هلا صار في ساتوريشن بقلبه هيدا الهواء للكيميكال بصير بده يطلع وبصير يطلع بيرجع بيلقط الكيميكال. مشكور شكرا لك حبيب القلب انا بس بدي اخبركم انه انا بعرف اهلا وسهلا اهلا وسهلا مهندس الله يعطيك العافيه عندي استفسار هل عندكم ستدي على مثلا اكثر من سايز لسيستم وكم انتم كم وفرتوا والانفستمنت ريتيرن يعني لكل سيستم 100% بحيث انه انا متى اختاركم يعني انا عندي مثلا سيستم بالحجم الفلاني ومثلا محطوط من 10 سنين من 20 سنه فمتى انا احدد اختياري لكم هل فعلا هيكون الانفستمنت هذا صحيح بالنسبه لي ولا لا او ممكن اقول للعميل ان هذا لما تختار كذا مثلا بعد سنتين انت لو كان عندك ليكج وفي العادة لقينا مثلا ليكج في هذا السيستم بالحجم الفلاني فأنت هتوفر عليك كذا انرجي
صح. هلا انا اذا برجع للبرزنتيشن اللي كنا عم نعمله، نحن حسب احصائياتنا وحسب الكالكوليشنز تاعتنا اللي عملناها باكثر من محل مع اكثر من اسكو، بينا انه نحن المينيمم سيفنج لاس 1 سي اف ام اوف ليكج عم بيكون 4 ريال بالسنه. هاي المينيمم. طيب هذا 4 ريال 4 ريال على الكوست الحالي. يعني انت احنا لما تيجي تحكي على الانرجي، انت الانرجي الكوست تبعها متغير، فممكن آه. الحين انا ممكن احسب لك اياه على الاربع ريال الحين، بس انا برضو بدي الانفستمنت اوف ريتيرن. يعني انتم يعني على السيستم الفلاني كم اخذته عشان اعرف انا كم هرجع في بعد كم سنه. هذه نحن عطنا في سبع بارامترز نحن بناخذها من الكاستمر بندرس له اياها، اللي هي كم ساعه اول شيء، اذا في اي في، اذا عم تشتغل انت فاريبل ولا كونستانت. الشغله الثانيه اذا عم تشوف انت وين اللوكيشن والهيوميديتي، كل هذا بيلعب، والتمبرتشر هذه كله بيلعب دور، والاماونت اوف فريش اير اللي عم يفوت عندك على الداكت. عندك موضوع كم ساعه عم بتدور من نهار، هل هو كولينج ولا هو هيتينج. في عندك قديش كميه السي اف ام اوف ليكج الموجوده عندك جوا. هول كل البارامترز الموجوده بتقدر تحدد لي، تعطيني استيميشن من خلال كالكوليتر ان احنا بنستعملها كايروسيل، تقدر توضح لي قديش الاستيميتد انرجي سيفنج يعني ممكن نحن نعملها على هيك مشاريع. ايروسيل بالعالم عامل بارتنرشيب مع اكثر من اسكو يعني على مستوى الجلوبال. جميل. طيب معناته انتم لو في مجال تسووا مثلا اب او على نفس الويب سايت تبعكم، انه احنا ندخل على طول الكالكوليشن وبناء عليها على الداتا اللي عندكم. صدقني وحيد على دايركت. شو بدك بهالشغله؟ صدقني والله انا لا انا حاطيك الداتا وانت يعني نفس الويب سايت يعطيني اياها، لانه انا الحين في سي ام في الانرجي مانجمنت، انا بدي احدد للعميل كم المتوقع من توفير بعد ما انا اسوي الشغل. مثل ما قلت لك، حتى ايفن يعني شفت اللي قلت لك يوم، بعد في عندي اكثر من بارامتر لازم يكون انا بالسايت فيزيت موجود على الارض. يعني لازم انت تسوي سيرفي صغير. يمكن اطلب ان انا اعمل سامبل وحده بريشرايزيشن اشوف لك قديش الاماونت اوف ليكج الموجوده عندك. هلا هذا ما بيعني انه انا ما بقدر اطلع، يعني نحن حسب خبرتنا عم نعتمد مبدا انه كل سي اف ام اوف ليكج موجود. هذا كثير عم تريح على طريقه توصيل الفكره ببساطه، انه كل سي اف ام عندك اياه انت بالسيستم بالحقيقه عم بكلفك مينيموم 4 ريال بالسنه. عم نشتغل على المينيموم نحن اللي هو 4، عم يوصل ل 9 وال 10 ريال. فانا اذا اشتغلت على المينيموم وكان يحقق لي يعني نتائج كثير كويسه، فمعناته انه احتمال انه كذلك يحقق لي نتائج افضل على ارض الواقع. 100%. بس انت عم تحكيني، اذا عم تحكيني انت على اي اتشو بحد ذاته، بدك تكون فاريبل. اذا عم تحكيني على السيستم كامل، بدك تروح تقرا من عند تشيلر. هذا هو، احنا بدنا السيستم بالكامل. احنا بدك تروح تقرا من على تشيلر، انا بوفر عليك كهرباء انا على تشيلر، وبوفر عليك كهرباء على اي اتشو. صحيح. طيب يعطيك العافية مهندس بيت، ما قصرت والله. الله يعافيك. تسلم حبيب القلب. مهندس بيت، السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. والله عندي كمان سؤال بعد إذنك. هلا في الاندستريال، في مشاريع الاندستريال، إذا كان الشغل مش مشغول صح أو مش محطوط فلاتر صح، هلا أكيد في كيميكال راح يدخل للدكت أو في دست راح يدخل للدكت، هل بيأثر هذا على المادة اللي أنتم بتدخلوها إنه تسكر مضبوط أو لا؟ سؤال كتير حلو. نحن بنفضل، نحن مشان هيك انا قلت لك بلشت البرزنتيشن تاعيتي، هو بنعمل روبوتك انسبكشن. هاي الروبوتك انسبكشن بتعطيني فيديو بتأرجيني كيف حاله الدكت من جوا من ناحيه الدست. هلا انا بقدر اقيمها بيست على الخبره تاعيتنا، انه لا، انه هي لا يمكن ان تتعدى 3 ملم. اذا هي اكثر من 3 ملم I have to clean the duct لحتى لما يتفاعل الكيميكال اللي انا عم رشه مع الدست وتخف كفاءته، لأنه بيكون بعده ما صار إلاستيك، بيكون ما تحول للحالة النهائية اللي هو بيكون موجود فيها. بس يتحول ما بعد بقى بأثر على الداست. بس هو طالع بعده من الليكويد عم يتحول لغاز وبعده بالهواء بتأثر. تمام. طب والرطوبة بتأثر إذا كان في رطوبة مثلا داخلي؟ يعني إذا في داخل رطوبة. داخلي كيف بده يكون؟ أنا وشي عم بعمل كراشرايزيشن، عم طلع لك كل رطوبة، عم فوت هواء من الماشين تاعيتي. لا، ما هو بما انه في ليك
يعني ممكن لما تطفي الماكينه اكيد يدخل مثلا يصير رطوبه فيه يصير فيه شو زي مي بده يتكثف 100%. انا ببلش، انا كيف ببلش؟ ببلش ببري سيل بليكج تيست، ما في اعمل انجكشن بسرعه. هيدي البري سيل هي عم تروح لي رطوبه من جوه الضغط. اها تمام، اي مشكور، شكرا لك. يعني انا بعمل بريشرايزيشن، عم بقيم رطوبي، عم بقدر اشوف رطوبي، انا بقدر انا السنسر اللي قلي بيقرا لي رطوبي جوات الدكت عندك، يعني عندي على السيستم بقدر اقرا رطوبي. اذا كانت رطوبي تتعدى اللي هو اللي بحق لنا فيه ان نحن نعمل انجكشن، السيستم لحاله ما حيشتغل. طيب ال 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 هسه في الدكت مرات، يعني الحساسات مرات بتكون في سنسورز في الدكت ما بتسكر البارتيكلز، هذا ما بتسكر السنسور على السنسور مثلا. سنسرز نحن من إيمون إذا كنا عم نحكي نحن عن فانتوري فالفز، عم نحكي عن بقلبه سنسرز، بهول السنسرز من إيمون نحن ونرجع مكانه. اها تمام، مشكور، شكرا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مساء الخير مهندس غيث. اهلا وسهلا، يعطيك العافية. معلش السؤال يمكن شوي واسع، بدنا نحكي بشكل عام. هلأ معظم المشاريع، يعني معظم الكيسز اللي عم تحكي عنها هي لمشاريع existing already، والمشاكل اللي عم تظهر يعني بعد فترة من التشغيل. خلينا نحكي لمشاريع النيو construction أو المشاريع اللي لسه تحت الإنشاء، بالنسبة لموضوع الدكت والإير سايد، يعني خلينا نحكي بشكل عام. In general خلينا نحكي طبعاً، يعني عفواً أنت عارف طبعاً إنه معظم التسليم في المشاريع الكبيرة بيطلبوا طبعاً سواء للدكت للكريك تيست، سموك تيست أو لايت تيست للدكت. طيب لو بدنا نحكي بشكل عام، أنتوا كسيرفيس بتقدموها يعني من ناحية خلينا نحكي كوست، لو إجيتوا مثلاً في مرحلة الكونستراكشن في قبل مرحلة التسليم للدكت وعملتوا اللي هو التست تبعكم كسموك تيست، يعني عفوا كليك تيست وكبرضه كليك، يعني خلينا نحكي صح يعني معالجة للليك، وبنفس الوقت انت عم تعمل تيست 100%. ما بعرف من ناحية كوست انتوا كسيرفيس بتقدموها، لانه شوف لان انا بصراحه على اللي تتفضل فيه هذا الاشي كمان حيريح في موضوع البالانسنج للاير بالانسنج للتيرمينال الاير بالانسنج، اذا انت صار عندك تضمن انه فعلا الدكت ما في اي ليك والهواء عم بيوصل لكل تيرمينال بشكل مزبوط حسب الديزاين، فهذا برضو بيوفر حتى بالكوست من اساسه. اوكي، فما بعرف انتوا، لانه اللي فهمته من كلامك بصراحه انه انتوا اكبر مشكله عندكم في المشاريع الاكزيستنج هو موضوع انه انت تعمل بلوكج للتيرمينال، صح؟ هيدي تشالنج، هيدا اكثر شيء تايم كونسيوم. مزبوط، وهي يمكن بتاخذ منكم وقت يعني، فانت في مرحله الكونستراكشن، في مرحله لسه انت عم تعمل انستولينج للدكت، خلينا نحكي معظم التيرمينالز ما بتكون راكبه، يعني انت حتى بتعمل التست معظمها حتى مرات الفليكسبل ما بيكون راكب يعني. فممكن انت هذا ككوست يوفر عليك يعني، او انت ككوست ممكن يكون اوفر من حاله الاكزيستنج، بحيث انه انت تعمل تيست وبتعمل برضه سولف لكل ليكج اللي موجود عندك في السيستم. فما بعرف كيف انتم يعني في كيسز بتمر عليكم زي هيك، مع انه بالمقابل المقاول نفسه هو عنده القدره يعمل التست ويسلم الاستشاري يعني، بس ممكن يرد يدخل في نفس الدائره او نفس المشكله لبعدين، صح؟ فما بعرف بالاجمال اذا بنحكي حسب اشري بتقول لك انه كل شيء فوق ال 500 باسكال كاستاتيك بريشر لازم اللايت تست والسموك تست منه بقى محبذين. اذا كنا عم نحكي نحن بالستاتيك بريشر فوق ال 500 باسكال هي تو ووتر رينج. هلا بالمبدا بكثير من الحالات نحن اخذنا مشاريع بس ليكج تست، يعني تعا عمل لي ليكج تست اعطيني سيرتيفيكيت وشكرا. تمام، بمحلات ثانيه تعا عمل لي ليكج تست، اذا كان في سيلينج تعمل لي سيلينج، ما في سيلينج انتقل على المكان اللي بعده. اوكي تمام. وانا بكثير محلات اذا كان عم تحكيني انت بالبري كونستراكشن بستعمل العماله تعيد الكونتراكت، لانه حيكونوا عاملتهم اكبر من عنا بكثير، بيقدروا يسكروا لي بعطيهم ماتيريال، ببعث لهم مهندس من عندي يوقف عليهم كرمال يقول لهم كيف بدهم يعملوا البلوكينج مزبوط تو ميك شور ايفرثينج از فاين، واي ستارت كونكتينج وموف فورورد بجر بالموضوع، طلع لك الليكج سيرتيفيكيت
اذا وقف اذا وقفت هون ونشحت فاين، اذا ما وقفت هون انا بشتغل اسبرتو سماكنا. يعني تعرف ده سماكنا بتقول لك قديش الماكسيمم اللو بالليكج. صحيح صحيح صحيح، بيز على الدكت كلاس، بيز على السيرفيس اريا، بيز على 100%. نحن بالنسبه لنا وي بوت اول ذس انفورميشن انتو ذا سيستم، وبتقلنا قديش الماكسيمم اللو بالليكج، ادنا اكوردنجلي وي موف فورورد دوينج ليكج تيست، ومن وراها بنعمل سيلينج اند بوست سيرتيفيكيت. يعني معلش بفهم من كلامك انه ممكن برضو تعمل بس الليك تيست ومن غير ما تعمل السولفنت للكراك يعني. صح. اوكي شكرا جزيلا لك مهندس. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، الله يعطيك العافيه. اللهم any more questions؟ معلش سؤال كتير صغير، إذا صار إنه أخطأنا ونسينا نعمل بلوك لإحدى الدامبرات أو whatever، والدامبرات عادة بتليك، في سولفنت للمادة لمادة الفعل؟ ألو؟ أغيار، بقول في سولفنت للمادة المعالجة؟ في سوليوشن المادة المعالجة بشو بالضبط؟ سولفنت إشي يدوب المادة. فرضا نسيت أنا إحدى السيستمز ونسيت دامبر، والدامبر من مليك من عنده، فهي المادة عبت في مكان قريب من الدامبر وبطل يشتغل. هي المادة إلها سولفنت إشي يدوبها يحلها؟ ليك حيكون الموضوع أنه أنت حتفتح الدامبر وما حيكون عندك مشاكل، هذا اللي بقدر لك. بس كان كمادة ما إلها سولفنت. لا ما أنا بدي خبرك، أنت بالنسبة لك أنك تعرف أنت أمتى بيعلق السيلنت على بالدكت. سيلنت ما بيعلق بالدكت، سيلنت بيعلق على فتحة الهواء، بس يختلف عنده البرشر. ماشي بعلق. عظيم كثير. والدامبرات عادة بتليك لأنه الأكسس اللي عليه الدامبر مرات بكون في عليه نسمة صغيرة بتليك. التركيب الدامبرات بالشافتات كتير صعب، وقسم كبير من الليك بكون عندي الدامبر بالشافت. يعني هذه حالة يمكن أكثر حالة كومن، إذا صار بأنه أجا شوي من هي المادة على الدامبر، في إشي مادة معاكسة بتدربها بتحلها، ولا لازم أشيله أنا أطفو مثلا ميكانيكال؟ هلأ أنا بالنسبة لي عندي الروبوتس اللي بتقدر تقلي بهذا الموضوع. يعني أنا عندي الروبوتس اللي بقدر أنه نفوت فيها شوف لك وين صار بالضبط المشكلة وبقدر أنا أحل لك إياها. بس ما بس لهلأ ما واجهتها حقيقة. بس هي المهندس غياث بعد إذنك، هي المادة مش سوليد مهندسا، هي في النهاية بتتحول يعني زي شيء زي اللي أنا شفتها، يعني شيء نقدر نحكي زي القم زي العلكة أو زي السيليكون. يعني بس مجرد أنك ممكن تفتح وتسكر الدامبر مرة تانية خلص بتروح تأثيرها عن المنطقة هاي يعني. تمام. فممكن أي عملية ميكانيكال خلاص تشيلها وما تعمل لك مشكلة. يعني يمكن لو المهندس غياث بيقدر، ما عنده عين الآن، بس لو فرجينا عين أنت حتشوف الأمور أبسط مما ممكن نتخيلها. يعني هي في النهاية مادة أشبه بسيليكون بتتحول، فأي عملية يعني بس إنه الدامبر ما هيعلي بهالسهولة. يعني ممكن تفتح تسكر في إيدك مانيوال مرة مرتين، أو إذا في أكتشويتر الفورس أكتشويتر ممكن فعلا تشيلها ولا كأنها موجودة. يعني لانه انت في النهايه بدك تسكر اماكن، يعني انت بتسكر الليكج في اماكن ما فيها حركه يعني اساسا. اوكي ما بعرف اذا كلامي مزبوط هيك. استفسارك هو جواب، يعني الماده رح تضلها فيها مرونه، الالاستيسيتي تبعتها عاليه صح. فبالتالي هي ربر يعني بالنهايه، اذا موضوع بضلها ربر الحركه الميكانيكيه اكيد بتقاومها. نعم صح مهندس غياث، نحكي احنا بدنا ندخل على 100% 100% بتحكي صح. اوكي مشكورين. الله يحييك. الله غياث، بس انا كنت يعني شكرا لك على الاختصار الشديد، يعني نص ساعه مع انه اتفقنا ساعه. انا كنت حابب اتطرق على كيس ستادي اللي صارت بالرياض في المشاريع. يعني صراحه في مشاريع كانت كتير ممتازه، واحنا شيرناها على الجروب بيبر، انت كنت بعت لي اياها، شيرناها على الجروب، كان بدي اتطرق لها بشكل سريع. وكان انت قلت لي انه لسه التكنولوجيا ما حتدخل هلا على السعوديه، بس مش غلط يكون الناس عندها فكره فيها لموضوع الايرو بارير والمعالجه والتعامل مع الواجهات بنفس فكره الدكت، اغلاق الليكج اللي بيكون في الواجهات. فما بعرف اذا في بسعفنا الوقت خلال دقيقتين هيك تطرح موضوع الايرو بارير بالذات، انا حابب احكي بشكل مختصر جدا عليه على اساس الشباب بس يكون معهم فكره عنه، لانه بحس الموضوعين كثير متداخلات وفي تشابه بينهم. كيس الصدي ان شاء الله على الجروب نرجع مره ثانيه، بنحاول البيبر بعت لي اياها نشيرها مره ثانيه مع الفيديوهات.
انا بحب بركي بركي الاخ فادي شوره. الاخ فادي شوره ما بزع بيسمعني وموجود معنا على الكول. شفته اذا بيقدر. اه فادي موجود. السلام عليكم فادي، كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. الحمد لله بخير، اسلمكم وانت بخير. انا عاد عليك. بالنسبه لموضوع ايرو بارير، هو اللانشينج تبعه ان شاء الله حيكون باكتوبر 2020. الفكرة تبعيتها هي نفس الفكرة تبع الايروسيل، اللهم بدل ما ينعزل الدكت من الداخل بالدكتات مسير بينعزل غرفة أو مساحات open spaces، بينضغط الهواء بقلب هالopen spaces وبيصير بيعمل تسكير للليكجز، إن كان على الشبابيك، على الأبواب، على فتحات الأوتلتس تبعت الكهرباء، فوين في pressure هي basically it's envelope seal يعني. فان شاء الله متوقع تقريبا اول لانشينج لها حيكون مثل ما ذكرت باكتوبر 2020 باذن الله تعالى. سؤال مهندس غيث، في السؤال الاخير بعد اذنك. اهلا وسهلا تفضل. هلا ممكن انها هذه الماده اللي تلتقط مثلا مع بعد ما تسكر الليكج ممكن انها تتكون عليها فطريات او تلتقط اوساخ وتكون عليها فطريات وتطلع بعدين مع الوقت تصير تطلع ريحه مثلا بالهواء؟ نحن بالنسبه لنا عندنا كل السيرتيفيكيتس اللي حضرتك عم ممكن يكون عندك كونسرن عليها، اللي هي المولد تيست، اللي هي الدست تيست، اللي هي الديورابيليتي تيست، اللي هي الفاير تيست، اللي هي سموك تيست، اللي هي الاودر تيست. هولي كلياتهم معنا سيرتيفيكيشنز عليهم، كلهم قطعوا انه ما بيعلق عليها لا بتحمل بكتيريا ولا بتطلع ريحه ولا بتحترق، وبتتحمل اكيد حراره، بتدوب اذا فوق الحراره الموجوده اللي هي 250 درجه مئويه ببلش تدوب يعني، بس انه عليها وارنتي اب تو 250 ديجري سنتيجريد، والسيرتيفيكيتس موجوده على الماتيريال اتسلف الام اس دي اس. الله يعطيك العافيه مهندس غياث، يعطيك العافيه. الله معك. اهلا وسهلا. سؤالين مهندس غياث. السؤال الاول، البكتيريا تبعكم بتعالج الجي اي شيت والجلفرانس شيت، الجي اي شيت والبلاك ستيل؟ بتعالج اثنين، الجي اي شيت وحتى ايفن السيمنت يعني. انا في هذا. طب السؤال الثاني، ما بعرف اذا هيك وضعه هلا، شو الكوست المتوقع تقريبا يعني بهيك حالات يعني؟ الكوست تبعكم يعني بشكل مختصر يعني. انا الكوست مش عندي، حيكون دايما اكيد بناء على موضوع، على مواضيع ثانيه دروينجز يعني. بصراحه السؤال ما بقدر اجاوب عليه قبل ما اعرف بالضبط يعني شو هو الكوستلي كسيستم، كالمعالج الكوستلي بتصير على المشروع ولا لا نورمال يعني؟ ممكن تتغطى هلا اذا بدك تقارنه بالسيفل، بطريقه السيفل بمحلات نحن بنكون اغلى، بمحلات السيفل بيكون اغلى بكثير يعني. انت اذا مش قادر تطلع العالم من الاوكيبيشن، اذا انت بدك ترجع تهد كل شيء في سيلينجز وترجع تشتغل طبعا اكيد هذا اخوه ثانيه. هول كلهم بيكون عندك عوامل انت لتقدر تساعدك تاخذ القرار المناسب. انا ما عم اقول لك انه التكنولوجي رخيصه، وما عم اقول لك حسب السيتويشن تبعك تقدر تقيم صح. هلا بكثير محلات عم بكون حسب ما انا شفت بالماركت، بكثير محلات العالم عم بتفضل تروح على موضوع اي سيل لتفادي موضوع الفشل بالمانيوال سيلينج مره واثنين يعني. انا بعرف قلك ما تغير الصوت راح في حدا مثل الكلب. الو مهندس عادل، يمكن كنت عم تحكيني، بدك تعمل ان ميوت؟ ايه نعم. الان صوتك تمام. الان صوتك تمام. هلا صوتك تمام. قبل ما سمعتك اخر دقيقه ما سمعتك تقريبا. هلا في كثير بكثير محلات مثل ما كنت عم بحاول اقول لك، بكثير محلات هي بترجع لطبيعه المشروع وطبيعه السيتويشن. هلا ببعض السيتويشنز بتحس انت انه نحن حنكون اوفر لك بكثير من انك انت تروح وتطلع العالم وتعمل الشغل السيفل تمام وتكسير اكيد 100%. وبمحلات ثانيه معينه اذا كان ظاهر عليك وقادر تسكر الليكج، حيكون عندك المانيوال سيلينج، حيكون عندك اوفر بكثير. تمام، يسلم ايديك، يعطيك العافيه. شكرا حبيب القلب.